العاشرة بتوقيت بغداد. أبرز المستجدات السياسية في حصاد الليلة، أهلا بكم. أهلا ومرحبا بكم في حصاد الليلة، والذي أتوالى على تقديمه أنا آلاء أبو شملات وزميلي سعيد شبيب. نبدأ الحصاد بأبرز العناوين. في أول زيارة له منذ توليه منصب رئيس الوزراء القادم إلى أربيل لتوثيق العلاقة مع كردستان دستوريا. السلاح بوجه الإصلاح، معلومات استخباراتية تفيد بتحرك 5 جهات مسلحة بأسماء مستعارة في العراق لاستهداف مواقع حيوية. سقط شعبي للفرز الطائفي في تعيينات الدفاع، مغزية وبدائية وغادرتها المجتمعات. القادم يوجه بإلغاء تحديد المذهب من كل مكان. لا دخلاء ولا غرباء في المدينة المنكوبة. دمج البعاج والحضر بدائرة الموصل الانتخابية طعن بإرادة الناخبين وتزوير مبيت لتطلعاتهم الحرة. قسم من الأطباء والكوادر الصحية للأسف استشهدوا إلى رحمة الله، ويعني حتى الأخ ونقيب الأطباء فرع البصرة أيضا الآن هو مصاب. واشنطن تسحب أكثر من 2000 جندي من العراق في أيلول الجاري. 3000 جندي يمكنون القوات العراقية في السنوات الثلاث المقبلة. وسام تقدم قرابين حصر سلاح وضرب تجارة المخدرات، وعملية التمشيط مستمرة على الحدود مع البصرة. وزير الصناعة يعيد الحياة إلى معامل البصرة، قطاعات حيوية تشغل أبناء المحافظة بعد سنوات الإهمال. مساء الخير، يبدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي خلال الساعات المقبلة أول زيارة إلى إقليم كردستان منذ توليه منصب رئاسة الحكومة العراقية، وذلك لمتابعة تطبيق الاتفاقات المبدئية التي جرى إبرامها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان مؤخرا في بغداد. وأبلغت مصادر في مكتب رئيس الوزراء العراقي الشرقية نيوز أن القادمي سيبحث في أربيل توثيق الآليات الدستورية في العلاقة مع إقليم كردستان على طريق إنهاء القضايا العالقة بين الحكومتين. وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ضرورة التنسيق التام بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في مختلف المجالات. تصريحات الكاظمي جاءت خلال لقائه الوفد الكردي برئاسة رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان قباد طالباني، حيث جرى بحث تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والعمل بروح الفريق الواحد الذي ينطلق من رؤية مشتركة لتحقيق مصالح الشعب العراقي عموماً. أكد الكاظمي ضرورة تنسيق تام بين الجانبين بما يعالج التحديات الكبيرة التي تواجه البلد نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية، ويسهم في مواجهة تداعيات جائحة كورونا. إلى ذلك، قالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني خالدة خليل إن تكرار وفود إقليم كردستان إلى بغداد يدل على النية الصادقة لإيجاد حلول للخلافات العالقة. وأشارت خلال المشاركة في برنامج مونشيت أحمر إلى أن عدم الالتزام بالدستور ما زال هو السبب الرئيس لهذه الخلافات. من جانبه قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية علي العبودي إن الإقليم لا يلتزم بالاتفاقات بما فيها الاتفاق الذي جرى مع الحكومة السابقة بتسليم إيرادات النفط إلى وزارة المالية.
عدم تطبيق الدستور هو أحد أهم الأسباب في أنه يحدث هذا الخلاف. لو إحنا التزمنا بما موجود من مواد في الدستور فهذا أكيد يعني لن يكون هناك خلاف وسنتوصل إلى حلول جذري في هذه المسألة. من نيسان إلى حد الآن هذه سابع مرة تقريبا يأتي الوفد فيها إلى بغداد من أجل حل كل هذه المشاكل اللي هي بين بغداد وبين أربيل، وفرشنا تقريبا كل الأوراق على الطاولة. لم يبقى هناك حقيقة ما يخفي إقليم كردستان، ونحن ننتظر أيضا من بغداد أن تكون هناك يعني حقيقة أن تضع النقاط على الحروف، وأن يكون هناك تعامل جدي بهذا الملف وهذا الموضوع، وهناك نية صادقة ونية جدية في أن نصل فيها إلى حلول. عندما يكون هناك انسجام بين حكومة المركز وحكومة الإقليم مثل ما حصل في حكومة الدكتور عادل عبد المهدي والإقليم، لقينا أنه في حتى هذا الاتفاق اللي تم التصويت إليه في داخل مجلس النواب وتسليم المستحقات المالية للصادرات النفطية اللي تقدر 250,000 مع البيانات اللي كانت تتحدث عنها سومو بحدود 430,000 برميل كأفرج، فلم يكن هناك التزام مع التصويت من قبل الأخوة والأخوات من اللي يمثلون إقليم كردستان بضرورة تسليم المستحقات إلى وزارة المالية، وهذا لم يحصل مطلقا. وداعيك يعني ناهيك عن الصادرات التي لا يعلم بها إلا الله والراسخون في العلم، الصادرات اللي ممكن تصدر من هنا وهناك دون علم لأي يعني برميل يصدر من إقليم كردستان، وزارة النفط لا تعلم بهذا النشاط مع العلم هي وزارة سيادية. مسؤولون عراقيون من أن خطط إصلاح الحكومة العراقية قد تخرج عن مسارها بسبب موجة جديدة من التهديدات الأمنية لأهداف حيوية خلال الأسابيع الماضية. فأوضح هؤلاء المسؤولون لوكالة فرانس بريس أن جهات مسلحة غير معروفة في العراق وسعت دائرة ضرباتها كي تشمل مؤخرا مواكب تابعة للأمم المتحدة ومنشآت حيوية مثل مطار بغداد الدولي، مؤكدين أنه كلما اقتربت الحكومة من تنفيذ أهدافها تحاول جهات مسلحة عرقلتها بإطلاق الصواريخ بهدف تشتيت الانتباه. من جهة أخرى، كشف ضابط في الاستخبارات العراقية أن 5 مجموعات مسلحة تقف وراء الاضطرابات الأخيرة في جميع أنحاء العراق، مضيفا أن هذه المجموعات أعلنت جبهة موحدة وبدأت العمل بأسماء مستعارة داخل الأراضي العراقية. وليس ببعيد عن هذا، إذ تأتي تحذيرات المسؤولين العراقيين بعد ساعات من هجمات استهدفت أرتالا تابعة لشركة الدعم اللوجستي المتعاقدة مع التحالف الدولي في بغداد والديوانية. وقالت خلية الإعلام الأمني أن انفجارا بعبوة ناسفة استهدف رتلا للدعم اللوجستي قرب ناحية الشومالي في الديوانية، مما أدى إلى استشهاد منتسب أمني وإصابة 2 آخرين. وأضافت الخلية أن انفجارا آخر بعبوة ناسفة استهدف رتلا لشركة دعم اللوجستي متعاقدة مع التحالف الدولي في منطقة النباع شمالي بغداد، مما أدى إلى إصابة 2 من سائقي الشاحنات وعنصر أمني بجروح متفاوتة. أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال فرانك ماكنزي تخفيض عديد القوات الأمريكية في العراق من 5,200 إلى 3,000 في شهر أيلول الجاري. وقال ماكنزي في تصريحات لشبكة CNN إن خفض القوات يرجع إلى التقدم الكبير الذي حققته القوات العراقية وإلى ثقة الولايات المتحدة في زيادة قدرة قوات الأمن العراقية على العمل بشكل مستقل. أضاف ماكنزي أن القوة المنخفضة تسمح بمواصلة تقديم المشورة والمساعدة لشركاء العراقيين في استئصال البقايا الأخيرة لداعش في العراق وضمان هزيمته الدائمة. هذا وتعتزم ألمانيا أيضا خفض عديد جنودها المشاركين في مهمات عسكرية في العراق إلى 500 جندي كحد أقصى. وقالت وزيرة الدفاع الألمانية إنغريد كرامب إن تنظيم داعش
يواصل أنشطته الإرهابية في ظل انتشار جائحة كورونا، لذلك يتعين الإبقاء على الضغط العسكري على التنظيم، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية تترغب في استمرار تدريب قوات الأمن العراقية عبر مهمة حلف الشمال الأطلسي. أوصل هذا الانتقاد إلى وزير المالية، وأنا قلت له بالحرف الواحد: صحيح أنت وزير ومسؤول عن التعيينات، تثاب إذا كانت تعييناتك ناجحة وتعاقب إذا كانت تعييناتك تعيينات فاشلة. الجمارك بأهميتها الكبيرة، واللي إحنا كنا نتوقع بأنه على أقل تقدير إذا صارت أتمتة وإصلاحات أن تجي من عندها فد 10 مليار دولار على أقل بالسنة. يجي شخص من المصرف العقاري، ما احترامنا وتقديرنا إليه، ما مشتغل بالجمارك ولا ساعة، وليس لديه القدرة حتى على إدارة أي ملف من ملف الجمارك، وإحنا نتكلم عن إصلاحات جمركية ونجيب شخص ما مشتغل ولا يوم بالجمارك. وللأسف كانت الإجابة غير مقنعة تماما لمجلس النواب ولا للجنة المالية إجابات السيد وزير المالية. بعد ذلك قد نصعد الموقف إلى حالة استجواب. لا دخلاء ولا غرباء في المدينة المنكوبة، دمج البعاج والحضر بدائرة الوصل الانتخابية طعن بإرادة الناخبين وتزوير مبيت لتطلعاتهم الحرة. واشنطن تسحب أكثر من 2000 جندي من العراق في أيلول الجاري. 3000 جندي يمكنون القوات العراقية في السنوات الثلاث المقبلة. أثارت القوائم التي أصدرتها وزارة الدفاع العراقية لأسماء المقبولين في الكلية العسكرية سخطا شعبيا كبيرا بعد إضافة فقرة تتعلق بالانتماء الطائفي لطلبة المقبولين، وقال مدونون إن الإجراءات قضية مخزية وعودة إلى البدائية التي غادرتها الشعوب منذ سنوات، مشيرين إلى أن مثل هذه الطروحات تنسف كل الجهود الراغبة في تحييد مؤسسات الدولة عموما والمؤسسات العسكرية بشكل خاص عن الصراعات والتصنيفات المذهبية والطائفية. وكانت وزارة الدفاع نشرت قوائم أسماء الطلاب المقبولين في الدورة 111 في الكليات العسكرية الرستمية، وقد ظهر فيها حقل يشير إلى تحديد المذهب. في هذه الأثناء وجه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي برفع الإشارة إلى اسم المذهب ضمن استمارات القبول في الكليات العسكرية. هذا ورفض خبراء بمجال الأمن إدراج الانتماء الطائفي لطلبات المتقدمين للكلية العسكرية، مشيدين بخطوة رئيس الوزراء بحذف التعريف بالانتماء في القوائم. وحذر مراقبون من ترسيخ الصبغة الطائفية في المؤسسة العسكرية ومن الالتفاف على تطلعات الجماهير في قيام دولة مدنية ذات هوية وطنية. اعتقد انها كبوه سيتم اصلاحها، والجيش العراقي عرف عنه المهنيه وخبر عنه انه لا يميز بين طائفه واخرى، لذلك اعتقد ان السيد الكاظمي اوعز بالاسراع بحذف خانه التعريف عن الطائفيه، لذلك اعتقد ان هذه لن تؤثر في سيره وزاره الدفاع والجيش العراقي وتاريخ الجيش العراقي، لانها قد يكون خطا مطبعي او خطا غير مقصود او خطا حتى ان كان مقصود فسيتم اصلاحه. واعتقد ان يعني أثارت أبناء وطيف واسع من الشعب العراقي، وأعتقد أنها لن تتكرر. خوف رجالات الظلام التي تقود العراق اليوم للأسف من مؤسسة عسكرية وطنية تحمي أبناء الوطن وتقضي على العصابات والميليشيات التي تتربع الآن بشكل أو بآخر وتمتلك القرار العراقي، والثاني للأسف هو محاولة الالتفاف على تطلعات الشعب العراقي بدولة ذات هوية وطنية، وبالتالي جعل العراق ذات محورين للأسف شيني وسيني. هذين المحورين للأسف تتبعهما محاور إقليمية، وبالتالي يضعف العراق ويغيب دوره. هذا ليس الحقيقة إجراء إداري أو قانوني، هذا فكر كما ذكرنا تقف خلفه رجالات الظلام
هذه الرجالات التي تعتقد أن هذا النهج سوف يجعلها تبقى وتستمر في حكم العراق. صدور قوائم رسمية لقبول طلبة كلية عسكرية وهي تحمل الطائفة والمذهب في ضمن القوائم عندما هي جريمة ثلاثية الأبعاد. جريمة أولا لكي تؤسس إلى جيش عراقي طائفي مذهبي وليس وطني، واحد. اثنين، أنها تؤكد الفرقة ما بين أبناء المجتمع العراقي، لأن التثبيت لهذه الآلية المحاصصية إنما لها طابع أبعد من الخلفية التي تنطلق منها، وهي تأكيد الانتماء المذهبي الضيق. الشيء الثالث هو أن هذه الآلية هي آلية تستخدمها أعداء العراق. هذه اللجنة تختلف عن سابقاتها بإشراك هذه الأجهزة الأمنية. الأهمية بجمع الأدلة ضد الفاسدين. ملفات كثيرة مفتوحة أمام القضاء. لجنة النزاهة عشرات القضايا رفعتها إلى هيئة النزاهة والقضاء. المشكلة اللي يعاني منها القاضي والمحقق بعدم إمكانيتهم جمع الأدلة. يجب حماية القاضي، توفير حماية كافية لكل قاضي يعمل في قضايا الفساد الإداري والمالي. ديها الطول، ممكن تغتال، ممكن تقتل، ممكن تخطف. هذا المحقق أو القاضي إذا اطمئن على وضعه وسلامة عائلته بالتأكيد راح يقدر يحقق وينجز ويصدر أوامر القبض على عتات الفساد في الدولة العراقية. في أول زيارة له منذ توليه منصب رئيس الوزراء القادم إلى أربيل لتوثيق العلاقة مع كردستان دستوريا. واشنطن تسحب أكثر من 2000 جندي في العراق في أيلول الجاري. 3000 جندي يمكنون القوات العراقية في السنوات الثلاث المقبلة. نفتح صفحة الانتخابات البرلمانية المقبلة وجملة مواضيع أخرى سياسية مع الشيخ حميد معلا رئيس المؤتمر العام لتيار الحكمة. شيخ أهلا بك، أنت معروف بصراحتك بصدقك وبرحابة صدرك، لذلك سأكون مباشرة معك هذه المرة. هل توجد نوايا صادقة لإجراء الانتخابات البرلمانية بموعدها المحدد؟ أرجو منك إجابة محددة تحديدا، نعم أو لا. وإذا كنتم غير متفقين على موضوع القانون رغم أنه أقر لكن الآراء حوله متضاربة، ولا على الملحق ولا على المفوضية وعلى المحكمة أيضا بهذا الخصوص، على ماذا تتفقون إذن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لكم وتحية طيبة لك ولمشاهديك الكرام. بصراحة ووضوح كاملين أقول لا طريق أمامنا إلا الانتخابات، وأنا أعتقد أن الانتخابات ستحصل بإذنه تعالى في العراق. هذا بشكل أولي، وبنعم أو لا على السؤال الأول. فيما يتعلق بالذيل الآخر الذي تعلق بسؤالكم، أقول لقد شهدت الساحة أو الساحتين تقريبا الإعلامية والسياسية حراكا ونقاشا جادين منذ اليوم الذي أعلن فيه السيد رئيس مجلس الوزراء تحديد موعد أولي للانتخابات، وإلى هذه اللحظة شهدنا شيئا وحراكا ونقاشا أساسيا ومهما في موضوعة الانتخابات. أتصور أن أهم المحاور التي تمت المطالبة فيها والنقاش فيها وشكلت مطالب أساسية وحقيقية لدى أبناء الشعب العراقي عموما وطلائعه السياسية هي ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول، المطالبة بقانون انتخابي شفاف فاعل من شأنه وضع الخارطة العملية لإجراء الانتخابات، وهذا سنتحدث عنه أكثر تفصيلا بعد أن أعدد هذه النقاط. النقطة الثانية التي جرى عليها أيضا النقاش والمطالبة هي أهمية وجود مفوضية متخصصة كفوءة غير متحزبة من شأنها إيجاد انتخابات
نزيهة وإخراج نتائج سريعة من شأنها إقناع الجمهور بأنها عملية مقبولة وتحظى بقبول ومشروعية من قبل الناس. المحور الثالث وهو محور أيضا مهم وهو محور الأجواء الانتخابية، والجميع يطمح بأهمية وضرورة وجود أجواء انتخابية آمنة كفوءة، آمنة من أجل أن تسودها العدالة، وكفوءة من أجل أن يشعر المتنافسون، يشعر الشباب، يشعر كل الطامحين بالمشاركة الفاعلة في مشهدهم السياسي، يشعرون بالتكافؤ، يشعرون بأن الفرص والتنافس كفوء. طيب ولديه فرص. يعني هذه النقاط الثلاث التي تفضلت بذكرها شيخ حميد هي واضحة ومعروفة، وأيضا لنكن صريحين كما تعودنا شيخ، هل هذه النقاط أو هذه الشروط متوفرة برأيك كي نصل إلى انتخابات حرة ونزيهة وترضي الشعب العراقي؟ تفضل. أحسنتم. أعتقد لحد هذه اللحظة أن هذه الأمور غير متوفرة بالشكل الذي يرضي طموحات أبناء شعبنا، ولا ترضي طموحات الطامحين والمتطلعين إلى انتخابات نزيهة من شأنها أن تشكل مشهدا سياسيا قادما يقود العراق إلى بر الأمان ويجعله دولة آمنة نامية متقدمة. ماذا نفعل؟ هل ننتظر؟ أنا أعتقد ينبغي تقديم الشكر الجزيل لكم ولكل وسائل الإعلام ولكل النشطاء ولكل المراقبين والمتحدثين الذين أثروا موضوعة الانتخابات وناقشوها بشكل جاد وفعال. كما تعلمون وأستطيع أن أقول وبضرس قاطع أن الشعب العراقي من خلال متابعتي لمجموعة النقاشات والحوارات التي حدثت حول موضوعة الانتخابات وقانونها والإشكالات التي أثيرت والتي كتب عنها، أستطيع أن أقول أن الشعب العراقي يعد من بين الشعوب العربية المتقدمة، لا بل في شعوب المنطقة التي لديها اطلاع واسع ومهم ووعي انتخابي حقيقي في موضوعة الانتخابات. الذي نطلبه، أنا أستطيع أن أقول في موضوعة القانون الانتخابي هناك ثلاث إشكاليات أساسية وحقيقية ينبغي متابعتها. الإشكالية الأولى هي إشكالية الصياغات التي انطوى عليها هذا القانون. طبعا قد تسألين هل أن هذا القانون الذي حاليا موجود هو هذا الذي سيبقى أم سيشرع غيره؟ وهل الملاحظات المدرجة حاليا موضوعة الدوائر وموضوعة كيفية الاحتساب وكيفية الترشيح، وهل سيمضي هذا القانون الذي تم تشريعه أم ستجرى عليه تعديلات أو ما شاكل ذلك؟ أنا أستطيع أقول من خلال مراقبتي أن أغلب القوى السياسية حاليا هي ليست مع هذا القانون الذي سلق على عجل ولا تتحقق فيه رغبات الجميع. طيب طبعا شيخ حميد، لو سمحت لنا اليوم طالما جئت على ذكر مفردات بأن الشعب تقدم ووعى وأن المرحلة الجديدة لابد أن تكون مختلفة بإرادة الشعب، لكن هناك مراقبون يقولون بأن الدولة لازالت لا ترضي طموح الشعب بطريقة أو بأخرى. حتى بموضوع الانتخابات ذكرت لنا ماذا نفعل، أنا سأعيد السؤال بسؤال، سأطرح نفس الموضوع، ماذا سنفعل حيال بعض النواب وحيال تعنت بعض الكتل بأن إجراء الانتخابات لا ضير بأن يحصل متأخرا، لا ضير بأن يحصل مثلا في الشهر الثامن التاسع العاشر، أن تأتي انتخابات متأخرة خير من أن تأتي انتخابات فيها تزوير وغش؟ طبعا هذا الكلام لماذا يعني جنابك يعني يستفزك مثل هذا الكلام أو أنك لا تعتقد بصحته؟ فعلا انتخابات تأتي في موعدها. أنا سبق حتى من خلال هذه الشاشة الكريمة أنا ذكرت التبكير لم يعد هو الأهم. التبكير حتى بالوقت المعلن الآن أو أننا ستجري الانتخابات في موعدها،
على كلا التقديرين ليس الفارق الزمني مهما وكبيرا. فعلا اليوم الأكثر أهمية هو ما تفضلتم به في السؤال الأول، هل توجد انتخابات أو لا؟ الجواب لابد أن تكون هناك انتخابات. السؤال الثاني، هل هي انتخابات من شأنها أن تفسح المجال لمشاركة سياسية واسعة وتفضي إلى إيجاد مشهد سياسي برلماني مقبول ومشروع وليست عليه طعونات كثيرة أو لا؟ هذا هو المطلوب فعلا. القانون الحالي يوجد حوله نقاش في أغلبه فني جيد، وفي عمقه توجد بعض الرغبات السياسية. لا يوجد قانون في العالم متكامل، وإنما توجد قوانين قليلة الأخطاء أو أنها قوانين تستجيب لبعض الثغرات وبعض الاستجابات المجتمعية. لا يوجد قانون لا على الكرة الأرضية ولا على كوكب آخر خالي من الانتقادات وخالي من النواقص. هذه الحقيقة تدفعنا ابتداء إلى أننا أن نذهب مع قانون يلبي المقدار المتيقن والمستساغ لمجموع طلبات أبناء الشعب العراقي. علينا كوسائل إعلام، كمراقبين، كسياسيين أن ندفع بهذا الاتجاه، باتجاه أولا تثبيت حقيقة أن الانتخابات لابد أن تكون، واحد. اثنين، لابد أن يكون قانون انتخابي شفاف فاعل، لأنه يشكل خارطة الطريق العملية لإجراء أي انتخابات قادمة. ثلاثة، لابد أن نحصل على أجواء حقيقية، أجواء نشعر فيها أننا ذاهبون إلى تنافس حقيقي أو على الأقل غير مطعون بشرعيته، ولا بد أن لا نشعر ابتداء بأننا أمام نتائج محسومة سلفا. طيب شيخ حميد، هو المهم فعلا هل سنصل إلى هذا أو لا؟ طيب حول نقطة الأجواء تحديدا التي تفضلت بذكرها الآن، إذا كنت بالتأكيد أنت تتابع للمشهد في العراق، المشهد العام، التفجيرات المستمرة، الوضع الأمني غير المستقر، هل تعتقد بأن هنالك من يحاول ويتقصد ألا يدفع بالعراق باتجاه الاستقرار أو على الأقل باتجاه الانتخابات المبكرة التي تم تحديدها في وقت قريب؟ هل هنالك أي جهة ليس من مصلحتها إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة داخل العراق؟ الجهات التي لا تريد أن يكون العراق دولة، نعم، الجهات المنفلتة التي لا تريد أن يكون العراق مستقر، لا تريده أن يكون متقدما، تريد أن تبقى تعيش في الفوضى لأنها تكبر وتنمو في هذه الفوضى، بالتأكيد ستكون لديها ردود أفعال سلبية لتعويق المشهد. لكن أنا متفائل بأننا حينما نصل على حافة إجراء الانتخابات سنكون أمام مشهد آخر. أنا مطمئن بأن كل الإجراءات التي تحصل الآن دعها تحصل الآن حتى تستطيع الحكومة معالجتها، ودعنا لا نتفاجأ بها ونحن على مقربة قريبة من مشهد الانتخابات. دعونا من الآن نؤكد جميعا على أهمية الاستقرار. أنتم تدعون من خلال شاشتكم ويشارككم الكثير من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، يشاركونكم بالدعوة إلى أولا ضبط السلاح المنفلت، ثانيا ضبط المال المنفلت، ثالثا ضبط النظام المنفلت وغير المطبق بشكل جيد. علينا من الآن أن نواجه هذه الأمور، وأعتقد أن هذه المفرقعات التي تتفرقع تحت أقدام الرجال المخلصين المتجهين باتجاه إيجاد انتخابات هم أن يعثروا على هذه المفرقعات الآن ويعالجوها، أفضل من أن تتفجر في لحظات غير مناسبة. علينا أن نذهب إلى أماكن التفجير ونفجر بعض الألغام بأنفسنا، لا أن ننتظر أن تلك الألغام تنفجر في وجوهنا في لحظات نحن بأمس الحاجة إلى تنظيم أنفسنا باتجاه الانتخابات. ما يحصل لحد هذه اللحظة لا أعتبره خطيرا، بل أعتبره عاديا، وهي محاولات بائسة وفاشلة ولا يمكنها أن تقف أمام رغبة الشعب العراقي الهادف إلى أن تكون له دولة وأن يكون له مستقبل ينعم به هو وشبابه. شيخ، أنت يعني الجميع يرى بأنك دبلوماسي في الكلام، هادئ، متفائل، لبق،
لكن عندما تنعدم المقدمات فيما يتعلق بالخطوات السياسية إلى ما يدلنا ذلك؟ يعني سأعود أيضا إلى موضوع السلاح المنفلت، لكن اسمح لي أن أعلق على شيء ذكرته أنت قبل قليل بخصوص بعض الهفوات في القانون. المراقبون القانونيون يرون بأن هذه عثرات قانونية موجودة في القانون. هذا ما يتعلق بالشق الأول من سؤالي. السؤال الآخر فيما يتعلق بالسلاح المنفلت والمال السياسي، هناك خطط يدور الحديث حولها، ولكن عملية التنفيذ عمليا على أرض الواقع بماذا تصطدم شيخ؟ يعني أولا وصفك لي بأنني دبلوماسي منفتح إلى آخره لبق، هل هو مدح قدح ما أدري، بس على أقل التقادير أنا أحملك مدح طبعا حسن مدح يا شيخ، لا يوجد اثنان يختلفان على هذا الموضوع. ألف شكر جزيت خيرا. فيما يتعلق بالقانون فعلا أنا أعتقد توجد في هذا القانون ثغرات حقيقية وكبيرة، وهذه لأول مرة أستطيع أن أقول أيضا أن القوى السياسية والشارع المنتفض والقوى الهادفة إلى أن تشترك جديدا، يعني الإضافات الجديدة اللي عازمة على أن تشترك في الحياة السياسية، اليوم هم متفقون على أن هذا القانون فعلا لا يلبي طموحاته، وأنه توجد هناك إشكاليات حقيقية. يعني أنا قبل ما أأتي إليكم قرأت عدد مهم من الإشكالات المثارة حول هذا القانون، إشكالات صياغية، إشكالات في عدد كبير من الفقرات التي تضيع المغزى الحقيقي من هذا القانون. في القانون كما ذكرت يوجد صياغات، وهذه الصياغات إذا يعني إذا لم تكن محكمة الصياغة وقانونية وذات حبكة حقيقية فيمكن التلاعب بها من قبل الذين لا يريدون خيرا أو الذين يريدون أن يتلاعبون أو ينفذون من بعض الثغرات. الصياغات الحالية تستطيع أن تتيح للذين يتصيدون في المياه العكرة، تتيح لهم فرص كبيرة للطعن لا بل بالاعتراف. النقطة الثانية الأهداف، لكل قانون هدفية ومرام وغاية. أنا أعتقد أن الأهداف المتوخاة من إيجاد هكذا قانون، وهي إيجاد سعة كبيرة بالمشاركة وتبديل عدد كبير من الطبقة السياسية، هذان الهدفان الذي يمكن أن يكونا بهدف واحد، هؤلاء غير متحققين في الصياغات القائمة وفي هذا القانون تحديدا. ولذلك من الذي يقف؟ في الواقع القوى السياسية اليوم منشطرة على قسمين. القسم الأول يحب الرجوع إلى القانون السابق ويعتبر المحافظة دائرة واحدة، والدائرة الواحدة تصطدم حتى بالترشيح الفردي الأكثري، وهذا سيخلق لنا مشكلات. هذه القوى الراغبة بالعودة إلى الدائرة الواحدة عليها أن تدرك أن الدائرة الواحدة للمحافظة لوحدها غير كافية لكي يبقوا على ما كانوا عليه. واحد، على الذين يريدون دوائر متعددة بالطريقة التي رسموها فإنني أخبرهم بأن هذا القانون شكله يذهب إلى الدوائر، أما روحه وصياغاته الداخلية فهي ما زالت أسيرة للقانون السابق. وأنا حينما أتحدث بهذه اللغة فالمختصون يستطيعون أن يدركوا ما أقول. روح القانون هذا الموجود الآن، روحه وهيكليته من الداخل هي في الواقع نفس القانون السابق، وشكله ومجموعة الدوائر الموجودة به والترشيح الفردي يصطدم بإشكاليات حقيقية لا بل قانونية وفنية. لذلك لا أتهم أحد، لا أتهم أحد الآن بالتعويق، إنما أتهم القوى أو المتمسكين بهذه الرؤية أو تلك بأنه نوع من أنواع العناد، وعليه أدعو مخلصا من خلال شاشتكم أدعو أن يذهب القانون مرة أخرى إلى متخصصين لتفكيكه والذهاب إلى مجموعة النقودات التي أثيرت بوجه هذا القانون وإيجاد تعديلات حقيقية وواقعية لهذا القانون، لا يبقي على صيغته الحالية ولكن لا يسلب منه الروح الجديدة الثورية الموجودة فيه. نعم،
الشيخ حميد المعلى رئيس المؤتمر العام لتيار الحكمة، شكرا جزيلا لك، وكنت ضيفا كريما في حصاد الليلة الشيخ، أهلا بك. هناك نية مبيتة للتزوير ونية مبيتة لأن تبقى الموصل بدون أي هوية سياسية يحكمها الغرباء القادمين من خارج محافظة نينوى، لهذا قاموا بهذا التوزيع الظالم الذي قد يمنع 2 مليون نسمة وهم من الإدلاء بأصواتهم. أن هناك المال السياسي، أن هناك الممولين من الخارج الذين يتبعون أجندات لدول ترى أن في عرقلة الموصل والاستحواذ على الموصل وإبقاء الموصل على الدمار وعلى الوضع الذي هو عليه الآن صالح لها. أننا وصلنا إلى وضع لن نسكت بعد الآن وسنفضح كل المؤامرات التي تجري على محافظة نينوى بغض النظر عن الجهة التي تقف وراء هؤلاء، قسما بالله العظيم لن نسكت عليهم، سنفضحهم بالأسماء بالاتفاقيات بالطرق التي سيعملون عليها. في أول زيارة له منذ توليه منصب رئيس الوزراء القادم إلى أربيل لتوثيق العلاقة مع كردستان دستوريا. السلاح بوجه الإصلاح، معلومات استخبارية تفيد بتحرك 5 جهات مسلحة بأسماء مستعارة في العراق لاستهداف مواقع حيوية. سقط شعبي للفرز الطائفي في تعيينات الدفاع، مغزية وبدائية وغادرتها المجتمعات. القادم يوجه بإلغاء تحديد المذهب من كل مكان. لا دخلاء ولا غرباء في المدينة المنكوبة. دمج البعاج والحضر بدائرة الموصل الانتخابية طعن بإرادة الناخبين وتزوير مبيت لتطلعاتهم الحرة. واشنطن تسحب أكثر من 2000 جندي من العراق في أيلول الجاري. 3000 جندي يمكنون القوات العراقية في السنوات الثلاث المقبلة. ميسان تقدم قرابين حصر السلاح وضرب تجارة المخدرات، وعملية التمشيط مستمرة على الحدود مع البصرة. وزير الصناعة يعيد الحياة إلى معامل البصرة، قطاعات حيوية تشغل أبناء المحافظة بعد سنوات الإهمال. مشاهدينا، يسرنا أن نرحب الآن بوزير النقل في حكومة إقليم كردستان آنو جوهر، أهلا ومرحبا بك معالي الوزير. زيارة رئيس الوزراء المرتقبة مصطفى الكاظمي وهي أول زيارة لرئيس الوزراء بعد تسنمه هذا المنصب، ماذا تحمل من معان وماذا تحمل من توقعات مستقبلية مبشرة؟ تفضل. بالتأكيد نحن في إقليم كردستان حكومة إقليم كردستان منذ البداية، إن كان على مستوى رئاسة الإقليم وإن كان على مستوى حكومة الإقليم، دعمت ترشيح معالي دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى أن يتبوأ هذا المنصب في الحكومة الاتحادية، وكانت كردستان داعمة له منذ البداية من أجل أن يوفق في عمله، أن يكون رئيس وزراء ناجح على مستوى العراق وعلى مستوى إقليم كردستان أيضا. ومنذ البداية كنا داعمون وأكدنا على مبدأ الشراكة والمساواة والعدالة والاستناد إلى الدستور في حل جميع الإشكاليات. طيب، قيل سيد آنو بأن هناك اتفاقات مبدئية جرت مع الوفود الموجودة في بغداد، كيف تتحول من وجهة نظر الكرد هذه الاتفاقات المبدئية إلى اتفاقات ملزمة ونهائية، وخصوصا بأنه في السابق جرت العديد أيام والحكومة السابقة العديد من الاتفاقيات ولم ينفذ أي شيء منها؟ أنا أتحدث الآن والوفد وفد رفيع المستوى متكون من نائب رئيس الوزراء في إقليم كردستان ووفد من رئاسة الوزراء، وفد مختص موجود اليوم في بغداد يتفاوض ويتحاور مع نظرائه في الحكومة الاتحادية، وأيضا في وقت الحكومة السابقة أيضا
تم التوصل إلى اتفاق مبدئي في ذلك الوقت. الوفد موجود في بغداد والتفاوض مستمر، وهنالك أمال جيدة جدا بالوصول إلى اتفاق مبني على أسس دستورية. وكما نعلم أن الدستور ينظم العلاقة بين الأقاليم وبين الحكومة الاتحادية، هذا ليس بغريب عن كردستان. يعني إذا أخذنا تاريخ إقليم كردستان وأيضا قبل تشكيل إقليم كردستان، دائما عندما جنحت بغداد إلى السلم تجنح أربيل قبلها إلى السلم، وهذا موجود في تاريخ الثورة الكردستانية قبل أكثر من 60 سنة في سنة 1969، وقبلها أيضا جنح البارزاني الخالد الملا مصطفى البارزاني إلى السلم في مرات عديدة عندما أيضا اقتربت بغداد من السلم. فهذا الموضوع دائما كان هدف الثورة في كردستان الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان، ولدينا الكثير من الأمثلة الرائعة مثل اتفاقية 11 آذار وأيضا أمثلة أخرى. طيب معالي الوزير، يعني عنوان هذه الزيارة واضح تماما وهو توثيق العلاقة مع كردستان دستوريا. كما نعلم شهدت العلاقة بين المركز والإقليم بعض الإشكاليات خلال السنوات الماضية ولم تحل عبر الحكومات المختلفة والمتعاقبة، منها مثلا موضوع الرواتب، النفط وغيرها. هل تعتقد خلال الحكومة الحالية ومجريات ما يحدث سيتم التوصل إلى اتفاق يحل كل هذه الإشكاليات بين المركز والإقليم؟ موضوع الرواتب أو الاستحقاقات المالية جزئية صغيرة جدا من حقوق مثلاً الكردستانيين. نعم أقول مثلاً كردستان، نعم، في بغداد جزئية صغيرة جدا بالنسبة للحقوق الدستورية. أنت تعلم يعني حقوق الدستورية كثيرة والاختصاصات أيضا مذكورة، هناك اختصاصيات مشتركة وهناك اختصاصات حصرية في المادة 114 من الدستور العراقي، مادة 115 من الدستور العراقي، موضوع النفط والغاز، موضوع البيشمركة، موضوع المناطق المتنازع عليها أو المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، حقوق الشهداء، حقوق المزارعين، الكثير من المواضيع. هنالك وصلت المفاوضات إلى مستويات عالية جدا من التنسيق ومن التفاهم، وفي حالات أخرى بسبب المشاكل السياسية أيضا تعرضت إلى نكسات. لدينا أمل كبير بأن الوفد المفاوض اليوم في بغداد والجالس مع نظرائه أيضا أن يتوصلوا إلى اتفاق دستوري يحفظ حقوق الطرفين، يحفظ حقوق المواطن في كردستان ويحفظ حقوق المواطن في البصرة وفي تكريت وفي العمارة وفي كربلاء وفي كل جزء من هذا الوطن. لكن رواتب الناس هي الأهم يا سيد أنو، أليس كذلك؟ يعني هي مشكلة بسيطة وجزء من أصل المشكلة ولكن هي الأهم. قبل أن ننتقل معك إلى موضوع آخر، اسمح لي أن أخذ من كلامك أن يجنح الكرد إلى السلم، اسمح لي أن أكمل، أن يجنح الكرد إلى السلم، هل هذا يعني لينا وتنازلا أم المزيد من الإصرار حول الحقوق والتمسك بها؟ ما هي المعطيات التي تملكها سيد أنو؟ أولا أفضل أن تستخدم مصطلح الكردستانيين لأنه أنت كمر أشرت إلى الكرد وأنا أصلاً على راسي وعيني يعني يا سيدي الكردستاني كلداني على الراس، أهلا وسهلا كردستاني. إحنا ككردستانيين نعم عزيزي الله يخليك. فبالنسبة لهذا الموضوع نحن كمواطنين إقليم كردستان، موضوع الرواتب موضوع طبعاً جداً مهم، ولكن اختصار موضوع حقوق إقليم كردستان بموضوع الرواتب هو تسفيه لهذه الحقوق. ولكن أن الجنوح للسلم دائما هو من أكبر مصادر القوة وليس ضعف نهائيا. ولدينا أيضا يعني أحد الأحاديث الشريفة المشهورة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا الموضوع محبة المقابل والسلام والجنوح إلى السلام ليس ضعف نهائيا بل هو من أحد أكبر مصادر القوة. طيب سيد جوهر، يعني سأستغل وجودك معنا كوزير للنقل في حكومة إقليم كردستان لنتحدث حول آليات التنقل داخل إقليم كردستان في ظل جائحة كورونا. هل هنالك إجراءات معينة؟ هل سيتم فتح أبواب التنقل بين المدن داخل كردستان، بين كردستان والمركز؟ يعني كل هذه التفاصيل لو تفضلت. الأبواب والمشرعة ومفتوحة بين إقليم كردستان وبين يعني داخل إقليم كردستان بين المحافظات وبين إقليم كردستان وبين المحافظات العراقية،
مفتوحة إن كان برا وإن كان جوا. التحديات التي تواجهكم سيد آلو، ما هي أبرز التحديات التي تواجهكم؟ يعني صحيح بأن بعض المنافذ والحدود مفتوحة، ولكن ماذا عن عملية التحديات الراهنة نتيجة وجود كورونا، وكيف تنسقون في حكومة الإقليم لهذا الغرض وهذا الصدد، بهذا الصدد إنجاز التعبير؟ طبعا بالنسبة لموضوع كورونا، وكعضو في اللجنة الوزارية لمكافحة كورونا، أنتم تعلمون أن حكومة إقليم كردستان قامت بالكثير من الإجراءات بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية أيضا في بغداد حول موضوع كورونا، ويتم فحص المسافرين ومن بالفحص أخذ العينات أو ما يسمى بالPCR. اليوم موضوع جائحة كورونا هو موضوع عالمي لا يختص فقط بالعراق وفي إقليم كردستان. الحكومات إن كانت الحكومة الإقليم وإن كانت الحكومة الاتحادية نبذل ما بجهدنا من أجل السيطرة إلى الحد المستطاع على هذه الجائحة وتقديم الخدمات الصحية للمصابين، وخاصة المصابين الذين يعانون من مضاعفات هذا المرض الخطير. ولكن يظل أنه يجب علينا أن نتعايش مع هذا المرض، ويجب علينا أن نتعلم كيف ندير الشؤون اليومية والشؤون الإدارية مع وجود هذه الجائحة الثقيلة على قلوبنا، إن كان في كردستان وإن كان في العراق وإن كان في العالم أجمعين. طيب، كيف أثرت هذه الجائحة سيد جوهر على النقل البري والجوي وأيضا النقل التجاري البيني بين المركز والإقليم والتجارة الخارجية في كردستان؟ طبعا بالنسبة للنقل الجوي، وكما يعلم الجميع، لقد تأثر كثيرا لمدة أشهر عديدة. تم إيقاف معظم الرحلات الجوية العادية أو التجارية، وكان يسمح فقط برحلات الإجلاء والإخلاء، وأيضا برحلات الكارغو أو الرحلات التجارية، أما الرحلات العادية كانت متوقفة. هذا أدى إلى خسارة بمبالغ طائلة بالنسبة لشركات الطيران، إن كانت شركات محلية أو شركات دولية. بالنسبة لموضوع الحركة التجارية، الحركة التجارية لم تتوقف نهائيا، إن كان في الوقت الغلق للرحلات العادية وإن كان حاليا، لكن بالتأكيد أيضا الحركة التجارية تأثرت بسبب أنه وجود الفحوصات ووجود التعفير أو التعقيم الذي هو أيضا كلفة زائدة على إن كانت على المطارات وإن كان أيضا على التجار وإن كان على الحكومات أيضا. لكن اليوم نرى تحسن جزئي وليس كلي بموضوع، إن كان على موضوع على مستوى الرحلات العادية أو التجارية، وإن كان أيضا على مستوى الرحلات أو على مستوى الموضوع التبادل التجاري. وزير النقل في حكومة إقليم كردستان السيد آنو جوهر، كنت ضيفا كريما وعزيزا، ونرحب بك في أي وقت، ونقدر جهودك المبذولة في الإقليم كما نقدر جهود الحكومة في إقليم كردستان كاملة. شكرا جزيلا لك.
لا دخلاء ولا غرباء في المدينة المنكوبة. دمج البعاج والحضر بدائرة الموصل الانتخابية طعن بإرادة الناخبين وتزوير مبيت لتطلعاتهم الحرة. ميسان تقدم قرابين حصر السلاح وضرب تجارة المخدرات وعمليات التمشيط مستمرة على الحدود مع البصرة. وزير الصناعة يعيد الحياة إلى معامل البصرة، قطاعات حيوية تشغل أبناء المحافظة بعد سنوات الإهمال. استشهد ضابط برتبة نقيب بعد دهم وكر لعصابة لتهريب المخدرات في قضاء قلعة صالح في محافظة ميسان جنوب شرق العراق. وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي إن قوة من الرد السريع دهمت الوكر وتبادلت إطلاق النار مع أفراد العصابة، ما أدى إلى مقتل أحد أفرادها وجرح آخر واعتقال اثنين واستشهاد الضابط. تواصل القوات الأمنية عمليات تعزيز الأمن والاستقرار ونزع السلاح غير المرخص في محافظة ميسان. وأكد قائد فرقة الرد السريع ثامر الحسيني للشرقية نيوز أن العملية مستمرة لليوم الثالث على التوالي لحصر السلاح بيد الدولة في ميسان، مشيرا إلى مصادرة عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وإلى اعتقال مطلوبين. الأوامر اللي أصدرها معالي السيد وزير الداخلية إلى قيادة الشرطة لدعمهم وإسنادهم بقضية مسك الملف الأمني بشكل أقوى أشاد بعمل فرقة الرد السريع خلال هاي الثلاثة أيام اللي كانت بها نتائج جدا طيبة. مجموعة كبيرة من الأسلحة الغير مرخصة اللي تم العثور عليها، إضافة إلى إلقاء القبض على مجموعة لوفق مواد مختلفة مع عجلات مخالفة، تم تسليمهم جميعا أصوليا إلى جهة الطلب. زيارة نعتقد أنها كانت زيارة جدا ناجحة ومثمرة إلى قيادة شرطة ميسان، نتمنى لهم إن شاء الله الموفقية في عملهم حسب التوجيهات الجديدة. للحديث عن جملة أوضاع محلية في العراق سياسية أيضا واجتماعية، وسنبدأ تحديدا من ميسان وما يحصل فيها، ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية النائب عن سائرون عن محافظة ميسان السيد علي اللامي. سيد علي أهلا بك، أنت تعلم تحديدا ما حدث في ميسان، خسرت ضابطا كبيرا كان يدافع عن فكرة حصر السلاح ونزع السلاح بمعنى محدد، وأيضا خسرت ميسان أسماء الانضمام المقبولين في الكلية العسكرية. إلى أين تتجه الأوضاع في ميسان وأنت تمثلها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والمشاهدين الكرام. نعزي ذوي الشهيد البطل النقيب اللي استشهد اليوم بعد أن دارت مواجهات بين بعض يعني اصحاب السلاح المنفلت وبعض وقوات حفظ الرد السريع اللي ادت العماره قبل يومين في محافظه ميسان. حقيقه نشد على ازر الحكومه في ان تكون لها يعني باع في حصر السلاح بيد الدوله وسحب السلاح من كل الخارجين عن القانون ومن كل ومن أي شخص يحمل السلاح خارج سلطة القانون. لابد أن تكون هناك هيبة للدولة، لابد أن يكون هناك حصر للسلاح في يعني في الدولة فقط، ولا يمكن أن يكون هناك سلاح منفلت، لأن هذا حقيقة يقلل من هيبة الدولة ويكثر الصدامات ما بين العشائر عندنا في محافظة ميسان. حقيقة توجه صحيح، نتمنى أن يقضوا على هذا السلاح المنفلت، وإن شاء الله هاي يعني الرد السريع وقيادة شرطة ميسان قادرة على حصر السلاح بيد الدولة
وفرض سلطة الدولة في المحافظة. طيب. أما جانب ما حدث اليوم حقيقة من ظلم لمحافظة ميسان. نعم شيخ علي. نعم اسمح لي شيخ علي نتحدث حول هذا الجانب من الظلم الواقع على محافظة ميسان. ما هي الإجراءات التي يمكن أن تقيها من كل هذا الظلم وأن تستعيد حقوقها؟ تفضل. نعم بسم الله. يعني اليوم عندما ظهرت الأسماء في الدورة 111 لم تظهر ولا اسم من محافظة ميسان لقبول طلاب في الدورة 111، وحقيقة هذا أمر مرفوض. أنا اتصلت بالسيد الوزير لكن لم يرد علي، اتصلت بالسيد رئيس أركان وأبلغتهم أنه ما ممكن أن تمر هذه الأسماء بدون قبول أي طالب من محافظة ميسان. بكرة سوف تكون لنا جلسة وسوف أطلب بفتح تحقيق فوري من السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس مجلس النواب لعمل هذه اللجنة والتدخل مباشرة باستدعاء السيد وزير الدفاع ومن قام ب يعني من قام بغربلة هذه الأسماء وكيف اختاروا هذه الأسماء وما هي الآلية التي اختاروا على ضوء هذه الأسماء، كيف أنه لم يتم شمول محافظة كاملة ولا اسم يعني 500 وكسور اسم ولا اسم من محافظة ميسان أو المحافظات البقية اللي يمكن الأنبار أيضا ما منها مقبول ولا طالب. فهذا أنا أعتقد تهميش للمحافظة ولن نقبل به. سوف أطالب رئيس الوزراء والسيد رئيس البرلمان بفتح تحقيق مباشر وإيقاف جميع هذه يعني الأسماء اللي ظهرت لحين أن تكون هناك عدالة بالتوزيع ما بين المحافظات وما بين يعني أن تكون على التوزيع الجغرافي كل المناطق أن تنشمل بهذه الدورة، وهذا حق لكل عراقي. تدرون محافظة ميسان محافظة مضحية، محافظة أنطت شهداء، أيضا محافظة ترفد الدولة بالنفط لكن مع الأسف دائما تكون حقوقها مسلوبة من قبل الحكومة المركزية في كل شيء. أنا في سنة 2018 أيضا في كلية الشرطة فقط مقبولة 3 طلاب في كلية الشرطة، وأيضا طالبت وعادوا يعني في 2019 عوضوها ما لحق به من ظلم وعدم يعني انطوها حصتها في 2019. الآن تعاد الكرة في وزارة الدفاع وفي الكلية العسكرية، لم يقبل ولا طالب من محافظة ميسان وهذا الشيء مرفوض تماما ولن نسمع. طيب شيخ علي سأنتقل بك إلى موضوع آخر وسننتظر مطالباتك بالغد وماذا سينتج عنها بخصوص أهالي ميسان. سأنتقل معك إلى موضوع آخر هو موضوع الانتخابات. ما الجديد عند سائرون بخصوص المفاوضات الحاصلة بشأن الملحق وعملية إبقاء القانون على ما هو عليه أو تتم عملية سحبه؟ وخصوصا لا أدري إن كنت سمعت في بداية هذا الحوار إلى الشيخ حميد معلا حيث قال بأن هذا القانون يجب أن يسحب وأن يعرض على اختصاصيين لتصليح الهفوات القانونية بداخله. ما الجديد عند سائرون؟ ما المعطيات الجديدة؟ أخبرني بمعلومة واحدة جديدة من خلال المباحثات يعني التي تجري في الكواليس. نعم نعم يعني نعم يعني أخي العزيز بالنسبة للقانون تصوت عليه بالمجمل أن يكون دوائر متعددة، لكن الخلاف في كيفية اختيار عدد الدوائر. هذا الخلاف اللي الآن اللي حاصل ما بين الكتل. في الجلسة الماضية اللي يوم السبت كان يعني وجه السيد رئيس المجلس بأن تكون هناك اجتماعات بين الكتل ورؤساء الكتل السياسية لحسم موضوع كم عدد الدوائر التي سوف تدخل في الانتخابات. يعني قسم من الأحزاب متبنية أن تكون هناك دوائر متعددة على عدد أعضاء مجلس النواب، وقسم متبني أن تكون على عدد الأقضية والنواحي، وقسم أيضا رافض أنه تعاد القانون إلى ما كان عليه في السابق ويتكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة. هناك كتل وأحزاب تخشى أن تكون دوائر متعددة خوفا على ضياع يعني نوابها وضياع مقاعدها في البرلمان وفي الانتخابات الجديدة اللي تحصل. طيب. فأعتقد سيد. نعم. سيد كان اجتماع ليلة أمس ولم يتم الاتفاق على عدد الدوائر أيضا لحد الآن،
وهناك اجتماعات أخرى يعني متكررة، وحتى اليوم هناك اجتماع، لكن هناك بعض الكتل مصرة على أنه يبقى دائرة انتخابية واحدة، وهذا يعني أعتقد ما يصير، وما يصير نرجع القانون إلى نقطة الصفر ونعيد بنودة ونعيد فقرات اللي طيب. صوت سيد عليها مجلس النواب. سيد علي، الاتفاق على القانون والتصويت عليه يتطلب أولا اتفاقا نعم. بين كل هذه الكتل. سأنقل لك بعض المآخذ على سائرون كونك نائبا عن سائرون. بعض الكتل تخشى التحالف معكم بسبب تغير مواقفكم وعدم التزامكم بالاتفاقات، كيف ترد على هذه المآخذ؟ تفضل. نعم، احنا مواقفنا بالعكس، مواقفنا ثابتة، مواقفنا مع المواطن، مواقف كتلة سائرون يعني ما تريد أن تكون هناك يعني تكون المواقف حسب المنافع الشخصية ومنافع الأحزاب. هذا خط أحمر في كل اتفاقاتنا، من يريد أن يذهب مع سائرون علي أن يلتزم يعني ببرنامج سائرون اللي هو أن يكون المواطن والوطن أولا، لا يكون هناك تغيرات وفي الساحة السياسية من وقت إلى آخر. هذا الشيء مرفوض، بالعكس إحنا يعني الكل يعلم موقفنا ثابت، نحن مع الجمهور، نحن من نطالب للجمهور، نحن من يعني نقدم ما بوسعنا ومتعايشين مع الجمهور، وكل ما يحدث للجمهور يوصل عن طريق سائرون. مكاتبنا مفتوحة، أرقام تليفون الكل يريد الجمهور يا شيخ علي. من لا يريد الجمهور هو من سيصوت وسيذهب إلى صناديق الاقتراع في النهاية، وهو من يوصل النواب إلى كراسيهم. لكن نعم، بس هاي ربما انتقلنا إلى موضوع آخر. اسمح لي بداية فيما يتعلق بالتعنت أو الانتقادات، لماذا خرج إذن الحزب الشيوعي من تحالف سائرون وقال بأن الأطر والبرامج السياسية لم تلتزموا بها؟ لماذا خرج الحزب الشيوعي إذن؟ لا، الحزب الشيوعي كان يعني ما خرج إنه بسبب الاتفاق أو خرقنا الأطر، هو استحقاقه كان معانا نائبين، أكيد ما ممكن أن يفرض يعني هم أخواننا وكان برنامجنا واحد، بس الأصوات اللي حصلوها هم مقعدين في مجلس النواب من ضمن قائمة تحالف سائرون، ولحد الآن توجد بيناتنا علاقة واتصال مباشر، لكن مو السبب الرئيسي انه اختلاف في المنهج وفي كان السبب الرئيسي انه عندما يعني اندلعت المظاهرات في شهر العاشر حقيقة هم ارتأوا ان يكونون يعني يعلقون عضويتهم في البداية، وبعدين قدموا استقالتهم، يعني هم رادوا ما عرفوا يتناغمون مع الشارع، والا احنا كان كل موقفنا واحد باتجاه يعني، وشفت تغريدات سماحة السيد كلها مع المتظاهرين، وبالعكس كان مؤيد للتظاهرات وكان دائما يدافع عن المتظاهرين، لكن هم كان موقفهم انه رادوا ان يقدمون استقالتهم حتى ما اعرف يعني الشيء بداخلهم يكونون مع المتظاهرين، او يقولون احنا ما قدمنا شيء خلال هاي الفتره السنه او الاقل لبدايه مجلس النواب. النائب عن سائرون الشيخ علي اللامي، شكرا جزيلا لك. الكرة في ملعب المواطن هو اللي ممكن أن يقلل عدد الإصابات، وذلك بالالتزامه الصحيح بالشروط الصحيحة. لاحظ أكو ناس يجي قاعد يراجعونا بالعيادات أو كذا، يعني ما يراجع، يجي يراجع يسوي أنا عندي تايفويد، أنا عندي كأنه ما يتحجج بأمراض أخرى، بس يكون ما يقول كورونا عندي، وهو يمشي قاعد ينشر هذا المرض. احنا ما نريد نخوف العالم ولا فد شيء، لكن هذه يعني حقائق علميه يعني ومعروفه انه في فصل الشتاء راح تبدي تزداد، وانت تلاحظ انه اصلا كورونا 11 او 12 او الواحد يعني واعلن عليه يعني ورسميا في شهر 12 او شهر الواحد. لا دخلاء ولا غرباء في المدينة المنكوبة، دمج البعاج والحضر بدائرة الموصل الانتخابية طعن بإرادة ناخبين وتزوير مبيت لتطلعاتهم الحرة.
وزير الصناعة يعيد الحياة إلى معامل البصرة، قطاعات حيوية تشغل أبناء المحافظة بعد سنوات الإهمال. نفذت طائرة التحالف الدولي غارات جوية على مواقع انتشار تنظيم داعش في محافظة كركوك حسب ما أفاد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول. كما أعلن رسول أن قوات مكافحة الإرهاب اعتقلت عنصرين إرهابيين في كركوك فجر الأربعاء خلال عملية أمنية لتفكيك الشبكات التابعة للتنظيم في المحافظة. ارتفع عدد هجمات تنظيم داعش في قضاء خانقين بمحافظة ديالى إلى 8 خروقات خلال 4 أسابيع، أسفرت عن استشهاد 10 عناصر أمنية وجرح العدد ذاته، ويفكر سكان القضاء جديا في تركه والهجرة مجددا نحو مناطق أكثر أمنا بعد تأخير تطويع أبناء المجتمع المحلي لمسك الأرض. ناهد الزيدي يتابع. على الرغم من العمليات العسكرية المستمرة في قضاء خانقين شمال شرقي محافظة ديالى، لكن هجمات تنظيم داعش لم تتوقف. قتل وحرق وتدمير للممتلكات، خروقات دفعت بسكان قرى القضاء إلى النزوح، وهنا في داخل القضاء لا يختلف الأمر، فالقلق يخيم على الجميع. مع الأسف العمليات كثر، ومما أدى إلى نزوح قرى بأطراف خانقين، قرى بأكمله، وأكو قرى متواجدة بها أكراد أو غير عوائل هم صارت بها نزوح. هسه شو قوات مسلحة بالآلاف موجودة، بالآلاف موجودة، وعمليات دا يصير كتل بداخل المدينة، يعني ميخاس وداخل خانقين، علي السعدون داخل خانقين، هاي كل داخل خانقين يسوون عمليات تخريبية. يعني منذ بداية شهر آب الماضي وحتى ساعة إعداد التقرير، شن التنظيم 8 هجمات أدت إلى استشهاد 10 من القوات الأمنية والمدنيين وإصابة 13 آخرين، وعد مراقبون الهجمات بأنها مؤشر خطير على تدهور الأوضاع الأمنية. قضاء خانقين الوضع الأمني غير مستقر ولا مستبت، ما أقدر أقول نهائيا، وإنما بنسب كبيرة الوضع الأمني غير جيد. تكثيف الجهد الاستخباري ونشر قوات إضافية مع إشراك أبناء المناطق في الملف الأمني سيسهم في الحد من الهجمات بحسب خبراء أمنيين. للشرقية نيوز نهضة الزيدي، محافظة ديالى. حذرت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني مياد النجار من أن الانتخابات المقبلة قد لا تكون نزيهة مع استمرار الظرف الذي يشهده العراق من تفشي للفساد وانتشار سلاح المنفلت وسيطرة مجموعات على مناطق معينة. من جهته قال رئيس الإدارة الانتخابية السابق رياض البدران إن غياب الأمن المطلوب للمرشح والناخب على حد سواء وانتشار المال السياسي سيؤثر على نزاهة الانتخابات وسيربك العملية الانتخابية. أكيد إذا بقت الأمور بهذا الوضع ما راح يكون هناك انتخاب نزيه. إذا وضع الحالي الموجود في العراق من ناحية الفساد ومن ناحية السلاح ومن ناحية المجموعة من الناس مسيطرين على الشارع، فهذا ما راح نأخذ نتائج وانتخابات نزيهة في تحت هذا الضوء. السؤال إذن، هل الدولة قادرة على العمل بهذا الاتجاه حتى تضمن بالنهاية انتخابات نزيهة وهذه إرادة الشارع؟ أكيد الدولة، رئيس الوزراء، ما يقدرون وحدهم، ما يقدر وحدة يقضي على الفساد، يقضي على السلاح المنفلت. زين، لازم كل القوى السياسية الموجودة في الساحة العراقية يتكاتفون ويدعمون رئيس الوزراء والدولة العراقية حتى يقدر يقضي على الفساد. حتى لو ما قدر يقضي على الفساد، على الأقل يقضي على الفساد 50% 60% حتى نقدر ننجح العملية السياسية الانتخابية. أصلا ليش ننتخب؟ ليش نسوي انتخابات مبكرة وانتخابات مهمة جدا؟ يعني يغير خريطة سياسية للبلد. إذا احنا من هسه نعرف ما راح يكون انتخابات نزيهة وشفافة، ما يخدم جميع الشرائح
وليش نجري الانتخابات؟ أحد أهم شروط الانتخابات النزيهة غير متوفر في الوقت الحاضر، وهو غياب الأمن المطلوب بالنسبة للمرشح، بالنسبة للحزب، بالنسبة للمصوت. فعلى الحكومة أن تضبط الأمن الخاص بالعملية الانتخابية. ما يتعلق بالمفوضية، المفوضية مؤسسة رصينة قادرة على إجراء أي عملية انتخابية، لكن بشرط أن يتوفر لها المستلزمات المطلوبة، وأعني بها هو إقرار قانون الانتخابات بوقت مبكر، وأن لا يتأخر عن الشهر الحالي، لأنه في ذلك سيربك المفوضية إذا بقي التاريخ الذي حدده رئيس الوزراء. في النشاط السياسي، أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي تطلع العراق لمزيد من التعاون بين العراق والسعودية وفقا للمصالح المتبادلة. تصريحات الحلبوسي جاءت خلال لقائه السفير السعودي عبد العزيز الشمري، حيث جرى بحث تطوير العلاقات الثنائية فضلا عن التنسيق والتعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والتجارية والاستثمارية. من جهته جدد السفير السعودي دعم المملكة للعراق فضلا عن التعاون بما يحقق أمنه واستقراره. سجل الموقف الوبائي لكورونا في العراق تراجعا طفيفا بواقع 4243 حالة بهذا الفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 273821 إصابة. استمرت بغداد بتسجيل أعلى الإصابات بواقع 1292 إصابة، بينما ارتفعت أعداد الوفيات إلى 7732 وفاة بعد رصد 75 حالة وفاة، في حين بلغ العدد اليومي للمتعافين من هذا الوباء 3669 حالة شفاء. وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بإرسال قافلة مساعدات طبية ثالثة إلى العراق لمواجهة فيروس كورونا. وضمت القافلة الثالثة للمساعدات الطبية 5 شاحنات تحتوي على كافة المستلزمات الطبية المصنعة في الأردن لدعم الأطباء في مواجهة جائحة كورونا. وكان الأردن أرسل قافلتي مساعدات خلال الأشهر الماضية إلى العراق لمجابهة جائحة كورونا بعد ارتفاع أعداد الإصابات اليومية. المؤشرات للانتخابات القادمة كلها تؤكد أنه لا انتخابات نزيهة ستجري، ولأسباب عديدة. أولى هذه الأسباب أنه أهم قانونين في أي بلد ديمقراطي هو قانون مفوضية وقانون انتخابات. قانون الانتخابات وقانون المفوضية تم تشريعهم في ظروف صعبة وسط أجواء تظاهرات، وكان هناك خلل كبير في هذين القانونين. عندنا تجارب، هو مو تخوف، وإنما هذا شعور أكيد من أنه هناك سعي لتزوير الانتخابات. لما ينص أن التصويت يصير تصويت إلكتروني مو بايومتري، هل هذا يضمن نزاهة الانتخابات؟ وهل هذا يعطينا قناعة ودليل على أنه الانتخابات ما راح تكون مزورة؟ هذا دليل قاطع وأكيد وكبير على أنه الانتخابات راح تكون انتخابات مزورة. ومن الآن بدأت بعض الجهات السياسية النافذة بشراء البطاقات الانتخابية. لا دخلاء ولا غرباء في المدينة المنكوبة. دمج البعاج والحضر بدائرة الموصل الانتخابية طعن بإرادة الناخبين وتزوير مبيت لتطلعاتهم الحرة. وزير الصناعة يعيد الحياة إلى معامل البصرة، قطاعات حيوية تشغل أبناء المحافظة بعد سنوات الإهمال. أكد وزير الصناعة والمعادن منهى الخباز ضرورة إيجاد الطرق المناسبة لتمويل الشركة العامة للحديد والصلب في البصرة، وعلى إكمال عملية إعادة تأهيله وإدخاله إلى العمل
مجددا. قال الخباز خلال زيارته المعمل في البصرة إن الغرض من الزيارة هو الاطلاع على واقع الشركة وإيجاد الطرق المناسبة لتمويلها لغرض إعادة الإنتاج فيه، حتى وإن كان التمويل عن طريق الاقتراض، معربا عن دعمه للمنتجات الوطنية مثل الأسمدة والأدوية البيطرية والمبيدات في إطار تشجيعه للكامل للصناعة الوطنية. وشملت الجولة تفقد معملي الأسمدة والبتروكيماويات وشركة ابن ماجد وكافة المعامل والمواقع التابعة للوزارة للوقوف على مشاكلها ومشاكل المنتسبين فيها والعمل على حلها. هي هم تباعد يعني والله ما بخطر حمل قائم مقام الفاو وليد الشريفي دائرة صحة البصرة مسؤولية تسجيل وفيات بوباء كورونا جراء الإهمال الإداري ولعدم التحرك إزاء نقص الكوادر. الشريفي أضاف لراديو المربد أن القضاء يشكو الإهمال الصحي وقلة الكوادر والتبعية لقضاء أبي الخصيب. مع كل الأسف أن دائرة صحة البصرة غير مهتمة بقضاء الفاو وغير مكترثة به، بل وتهمشه في أغلب الأحيان. لا توجد الاختصاصات الطبية في مستشفى الفاو، نقص في الكادر الصحي والطبي والممرضين، وقد أدى هذا التقصير إلى أن يؤدي بحياة الكثير من المواطنين خلال نقلهم بالإسعاف من قضاء الفاو إلى محافظة البصرة لعدم توفر الاختصاصات والكوادر الطبية والأجهزة التي يجب أن تتوفر في مستشفى بعيد عن محافظة البصرة. هكذا أن يكون متكامل المستشفى حتى يقنع المواطنين من ذهاب البصرة. إضافة إلى ذلك أنه قطاع الصحة الأولية بالنسبة للمراكز الصحية لا يزال يعاني التبعية إلى قضاء أبو الخصيب، فهو يتبع إلى قطاع صحة أبو الخصيب وتزويد المسحات يكون عن طريقهم، لذلك هناك شحة كبيرة جدا بتزويد المسحات. شجب مجلس أعيان الموصل ما وصفها بالمحاولات المستهترة بحقوق محافظة نينوى التي ظهرت جليا خلال مناقشات البرلمان لتقسيم المحافظة إلى دوائر انتخابية. قال المجلس في بيان إن هناك من السياسيين من يعمل على إبقاء ثلة الفساد القادمة من خارج المحافظة والموجودة في داخلها. كما شجب المجلس ما وصفه بصفقات عقدها سياسيون خارج نينوى على حساب مصالح هذه المحافظة الجريحة. واستنكر المجلس ضم البعاج والحضر إلى منطقة الموصل كمنطقة انتخابية واحدة، وقال إن وراء ذلك أهدافا سياسية يعرفها كل أبناء المحافظة وتهدف إلى التلاعب بالانتخابات وتضع قاعدة لتزوير جديد لم يعرفه العراق من قبل. فحول هذا الموضوع ينضم إلينا الناشط محمد عباس، طبعا الناشط الموصلي. أهلا ومرحبا بك سيد محمد في حصاد هذه الليلة. ما الهدف من خلط هذه الأوراق والموضوع واضح تماما بأنه يؤثر سلبا على أبناء المحافظة؟ تفضل. نعم، تحية لك سيدتي الكريمة ولمشاهدي قناة الشرقية الكرام. طبعا أهل الموصل استبشروا خيرا عندما قرر مجلس النواب العراقي بعد الحراك في تظاهرات حسين في بغداد، عندما قرر إصدار قانون انتخابات جديد يسعى لتحقيق طموحات الجماهير، لكن للأسف الشديد فوجئ أهل الموصل يعني خلال اليومين الماضيين بجداول توزيع الدوائر الانتخابية فيها غبن كبير لأهل الموصل، حيث تم دمج يعني قضاء بعاج وقضاء الحضر مع قضاء الموصل، وهذا الموضوع يعني شهد غضب كبير من قبل الجماهير وقطعت الأصوات أهل الموصل رافضين لهذا الأمر، لأنهم يجدون بأن يعني هذا القانون لن يحقق أبدا إرادتهم ولن يعبر عنها. أهل الموصل يعني يسعون إلى أن يكون مركز قضاء الموصل الجانب الأيمن والأيسر هو دائرة انتخابية فقط لضمان يعني التمثيل الحقيقي لأهل المدينة، ولكي يعني يكون ذلك حافزا لمشاركة الموصليين العازفين غالبا على الانتخاب، وكذلك ضمان عدم ذهاب حصتهم إلى يعني الأقضية والنواحي الأخرى، المناطق الأخرى في نينوى التي تعتمد يعني التصويت على أساس عشائري.
يعني كما قلت لك سيدتي ولد ذلك غضب جماهيري كبير، المدينة يعني مسلوبة الإرادة، أو عفوا صوتها مسلوب، يعني تم التعامل معها طيله الفترة السابقة بمبدأ يعني فرض الأمر الواقع، أهل الموصل مغيبين وليس لهم دور أو لا يسمح لهم أن يأخذوا دور في المناصب الإدارية والسياسية، ولذلك يسعى للموصل من خلال قانون الانتخابات الجديد، من خلال الدوائر المتعددة، من خلال أن يكون مركز قضاء الموصل دائرة انتخابية واحدة، إلى أن يكون لهم تمثيل حقيقي يمكنهم من التعامل بالندية مع الأطراف السياسية الأخرى والمناطق الأخرى حتى أن يتمكنوا من استعادة حقوقهم. نعم محمد. محمد، يعني من خلال كلامك هل تقول بأن الموصل غير محصنة حتى هذه اللحظات؟ والسؤال الآخر، وأنت من قلب المدينة وتلتقي بالشعب ولديكم حركة اجتماعية ناشطة في المجتمع، من يعقد هذه الصفقات السياسية وحيتان الفساد من أين يأتي بمصدر قوته؟ وخصوصا من يذهب إلى صناديق الاقتراع ومن يصوت يختاره الشعب، يختاره أهل المدينة، من أين يأتي من هذا المصدر، مصدر القوة بالنسبة إليه؟ على ما يبدو هناك خلل في الصوت مع الناشط الموصلي محمد عباس، حيث كنا نتحدث عن أوضاع الموصل، عن رفض أهالي الموصل لآلية تقسيم الدوائر وليس لفكرة الدوائر المتعددة بل بآلية التقسيم الحاصلة التي قال عنها مجلس أعيان الموصل بأنها تعيد نفس الوجوه وتبقي على ثلة الفساد. على العموم سنحاول الاتصال بمحمد عباس، فاصل ونعود. يعني مو من المعقول، يعني مدينة الموصل هي الثقل الأكبر لمركز لمحافظة نينوى، هي مركز المحافظة اللي بها أكثر من 2 مليون مواطن، أدمجها مع أقضية ونواحي بعيدة عنها أكثر من 100 كيلومتر. المدينة الموصل المفروض تكون وحدها دائرة انتخابية، أصلاً المفروض حتى القيارة وباقي النواحي تنفصل عن مدينة الموصل، لأن أكو صراع بذيش المناطق، صراع سياسي. الفساد وين؟ كنا نعرف أن نينوى هي جزء من المنظومة الكاملة للدولة العراقية بثقلها، برقمها الكبير، بكثافتها السكانية. هذه نينوى لا تتجزأ من بغداد، من الفساد اللي موجود في بغداد، من الصفقات السياسية اللي تخلي مشاريع فاسدة تنفذ في أرض نينوى. المشاريع هذه تتم كلها في بغداد مو في نينوى. أموالنا نحن، أموال مدينة الموصل وين تروح؟ بالله عليك هسه أنا أحكي وياك من مدينة الموصل، أنا ما عندي مستشفى إلى حد الآن براسي حظ، أروح أتعاقد أسوي لي مشروع طريق حولي ما يفوت بيه باليوم 5 6 سيارات 11 مليار. أرحب بك مجددا سيد محمد عباس، وعذرا لهذا الخلل، كنا نتحدث حول الدوائر الانتخابية وعن رفضكم لآلية التقسيم وليس للدوائر المتعددة. طيب، هل هنالك سيد محمد من إجراء قانوني يمكنكم من خلاله أن ترفضوا هذه الآلية في التقسيم ويتم التقسيم بحسب مصلحة أهالي محافظة نينوى والموصل عموما؟ تفضل. نعم سيدتي، أنا قلت لك الصيغة المقترحة من قبل جماهير نينوى متمثلة بشخصياتها بكياناتها المجتمعية، الصيغة المقترحة أن يكون مركز قضاء الموصل الذي يضم الجانب الأيمن والجانب الأيسر، يضم المناطق التي ذات طابع مدني وليس طابع عشائري، أن تكون دائرة انتخابية واحدة. بالتالي يعني هناك مقترحات قدمت من قبلي، من قبل كثير من الأشخاص، ومقترحات مرتبة بالأرقام تشرح الدوائر الانتخابية المقترحة وكيف ممكن يكون مركز قضاء الموصل بهذه الآلية وبهذا الترتيب أن يحصل على ما لا يقل عن 13 مقعد مهما كانت نسبة المشاركة. يعني هذه إرادة الجماهير. للأسف الشديد يعني قبل أن ينقطع الاتصال سألني السيد زميلك بالاستوديو قال كيف أن هذه القوى السياسية تتحكم
وبمصير مينا وتفرض إراداتها. كما تعلمين سيدتي بعد تحرير الموصل، الموصل خرجت من حرب ودمار، وتم يعني جاءت هذه المدينة العديد من القوى السياسية ذات أجندات معينة من خارج المحافظة وحاولت فرض أجندات معينة. الانتخابات الماضية شهدت يعني تغوير كبير للجماهير، وشهدت أيضا يعني تزوير كبير يعني أقر به يعني الجميع، جميع المراقبين، جميع المؤسسات التي كانت تراقب الانتخابات، قالت أن هناك انتخابات يعني في تلك الانتخابات كان هناك تزوير كبير، وأيضا كان عزوف يعني من قبل الجماهير للمشاركة بسبب أن قانون الانتخابات كان غير منصف، النظام البايومتري لم يتم اعتماده، وإشكاليات كثيرة. بالتالي اليوم يعني يتحكم بمصير نينوى وجهات سياسية من خارجها لديها أجندات ومشاريع لا تتوافق أبدا مع مصالح الموصل. واليوم لذلك اليوم هم في صياغة قانون الانتخابات يحاولون الذهاب بما يحقق مكاسب أكبر ومصالح أكبر ومقاعد أكبر لتلك القوى السياسية. يعني ربما ذلك يعني نقول حق مشروع لأي قوى سياسية أن تبحث أو أن تذهب باتجاه يعني إجراءات وقوانين تضمن لها مقاعد أكبر، لكن يجب أن لا يكون ذلك على حساب إرادة جماهير نينوى وإرادة جماهير الموصل. هذه المدينة يعني غيبت، ويعني هناك محاولات مستمرة لتغييب هويتها لسلب حقوقها. طيب محمد، هل تعتقد بأن أهالي الموصل تعلموا الدرس وبأنهم هل تعتقد بأن أهالي الموصل تعلموا الدرس وبأنهم لن يلدغوا من الجحر مرتين؟ وهل تعتقد بأن الموصل تحتاج إلى دماء سياسية ووجوه سياسية جديدة؟ هل هناك استعداد لذلك؟ نعم، أعتقد اليوم هناك صحوة بعد ما حصل لنا، هناك صحوة مجتمعية باتجاه أن يكون للموصل دور وأن يكون لها رجالات تتصدر في المرحلة القادمة. اليوم لدينا يعني حراك جماهيري كبير، لدينا يعني فعاليات مجتمعية، يعني ربما يحق لي أن أذكر يعني نحن لدينا تجمع نينوى الموحد وجمعية تنمية نينوى الموحدة وشخصيات موصلية أخرى. اليوم هو في حالة حراك مستمر في ربما لتنظيم وقفة جماهيرية تطالب بإقرار قانون انتخابات بداية يتوافق مع إرادة الجماهير في الموصل، وربما يكون لهذه الكيانات المجتمعية دور كبير أيضا في المرحلة القادمة بالاتجاه السياسي، يحاول أن يسحب البطاق من تلك القوى السياسية التي جاءت من خارج المحافظة التي تريد سلب إرادة الناس والأهالي وتفرض عليهم إيرادات جديدة ومشاريع وأجندات خارجية. فيعني أعود بسؤالك، نعم هناك يعني مساعي مجتمعية لكي يكون هناك دور سياسي، ليكون هناك وجوه جديدة في المرحلة القادمة تحاول أن تمثل أهالي الموصل، لكن نحتاج إلى ضمانات معينة. أولاً يعني المفوضية لازم يجب أن تكون مستقلة بعيد عن المحافظة الحزبية، يجب أن يعتمد النظام البايومتري، ويجب أيضاً أن يتم إقرار يعني موضوع الدوائر الانتخابية بما يتوافق مع إرادة هذه المنطقة. أن يحسن، نعم محمد. يكون هناك رقابة دولية تضمن لذات الانتخابات. شكراً لك الناشط الموصلي محمد عباس، شكراً جزيلاً لك. رئيس مركز الكلمة مهدي خزعل الكتل السياسية كافة والسلطتين التشريعية والتنفيذية إلى استغلال هاجس الإصلاح الحالي وتقديم رؤى مختلفة عن الأخطاء التقليدية قبل موعد الانتخابات المقبلة. أضاف خزعل على هامش حفل إطلاق وثيقة إصلاح النظام السياسي والإداري أن التغيير لن يتحقق دون سماع أصوات النخبة الواعية. يجب على أصحاب القرار والمسؤولين أن يتحملوا المسؤولية الملقاة على عاتقهم ويسمعوا للأصوات الوطنية وللنخبة الواعية
النخبة الواعية التي تريد أن تصلح النظام السياسي فعلا، ويبتعدون عن المتملقين وماسحي الأكتاف ومن يجملون لهم الواقع، ومع الأسف هو هذا اللي أوصلنا إلى واقع متردي. فاستماع المسؤولين، الهيئة أكملت ما لديها وجمعت كفاءاتها ونخبها وأكملت هذه الوثيقة. الأمر باقي لأصحاب القرار التشريعي والتنفيذي بشقيه وكل المطالبين في الإصلاح أن يستمعوا لهذا الصوت الوطني وهذا الجهد الحقيقي الذي تمثل بالهيئة الوطنية وبهذه الوثيقة التي أصدرتها لنا الهيئة الوطنية لإصلاح النظام. في شأن الخدمي وتحديدا في صلاح الدين، يتطلع أهالي مناطق شمالية المحافظة إلى إطلاق التخصيصات المالية المعطلة خلال العام الحالي وإنجاز ما أمكن من مشاريع البنى فيما تبقى من العام الحالي أيضا. ولا يزال مشروع مجاري الشرقات متوقفا جراء قلة التخصيصات التي يقول القائم مقام إنها تتجه للصرف. عبد السميع عزاوي تابع هذه القضية. مشروع مجاري قضاء الشرقاط أقصى شمال محافظة صلاح الدين من المشاريع المهمة التي انتظرها الأهالي بسبب رداءة الوضع الخدمي للشوارع بفصل الشتاء، وقد استبشروا خيرا بالمباشرة به، لكن المشروع عاد ليتوقف بسبب قلة التخصيصات المالية مخلفا خرابا كبيرا في الشوارع وجزراتها الوسطية. الآن هاي الخلفي جزرة وسطية ماكو، شولوها وإحنا مقبلين على الشتاء كما تشاهدون، هاي الجزر الوسطية واحنا مقبلين على الشتاء، يعني باكر المواطن اذا تفطر الشارع راح يفيض، الناس وين تمشي بالجزرة؟ يعني هسه احنا اليوم مقبلين على فصل الشتاء باقي له تقريبا شهرين، الجزر الوسطية شالوها واشتغلوا بها تقريبا 4 عمال إلى 5 عمال مشوا بها مسافة وتوقف العمل، حاليا المقاول اخذ المعدات مالته وتوقف، يقول الصرف ماكو فلوس من محافظة صلاح الدين. الإدارة المحلية في القضاء أكدت وفي تصريح خاص للشرقية نيوز أن المشروع سيستأنف العمل به مجددا بعد إطلاق التخصيصات المالية من حكومة محافظة صلاح الدين. مشروع مجاري الشرقاط مشروع كان متوقف بسبب التخصيصات المالية، والآن حسب توجيهات السيد المحافظ واهتمامه بقضاء الشرقاط خصص مبالغ مالية إلى هذا المشروع، والآن استأنف العمل به. الآن بدأوا بحفر الأحواض للمحطات، المحطات مياه الأمطار، وباشروا بعمل الفوهات الاستلام. ويطالب الأهالي بالإسراع في الأعمال قبل حلول فصل الشتاء وتحول الطرقات العامة إلى برك وبحيرات إثر تساقط الأمطار. من الشرقاط عبد السميع الزاوي، الشرقية نيوز. تباينت في أربيل ردود الفعل الشعبية إزاء قرار منع نقل الذهب عبر مطارات الإقليم لأسباب أمنية وإدارية وضريبية. يقول مراقبون إن القرار الذي تسبب بتراجع الحركة في أسواق الذهب بحاجة إلى مراجعة جراء تضرر قوت ألاف العائلات. المزيد في تقرير عثمان الشلش. ركود يليه ركود في أسواق كردستان، وهذه المرة يضرب التأثير على أسواق الذهب في المدن الكردستانية الكبرى إثر قرار حكومي بتعليق نقل الذهب من وإلى مطارات أربيل والسليمانية ومحافظة البصرة. هو أثر علينا بشغلنا وعلى المواطنين على سعر الذهب، وصارت أرخص، يعني سعر هسة اللي بالعراق ويا الدولي بالكيلو يطلع حوالي 3500 دولار فرق، أي هاي هواية بالسعر للناس. احنا نريد تسهيل للمصوغات الذهبية للناس للشراء وللبيع، هسا إذا تسهيل ماكو يأثر على السوق هم على المواطنين، ويفتح المطار حتى يروح الذهب ويتجي هم الذهب استيراد وتصدير، أسهل شيء، هاي حركة للكل. أصحاب محال بيع الذهب وآخرون مسؤولون عن نقابات محلية يرون إن القرار مجحف ويحتاج إلى توضيح اتحادي من الحكومة العراقية عن أسباب ضرب أسواق الذهب في عدة محافظات. طبعا نطلب من الحكومة العراقية التوضيح القرار بسبب إصدار هذا القرار، لأنه يؤثر سلبا على الحركة الاقتصادية في العراق وخصوصا من إقليم كردستان. تسبب القرار بارتفاع الأسعار مقابل نقص توفره، والذهب جزء مهم من الحياة في إقليم كردستان والعراق بشكل عام. للشرقية نيوز عثمان الشلاش، أربيل.
إلى هنا ينتهي حصاد الليلة، إلى اللقاء. شكرا لمتابعتكم حصاد هذه الليلة، لكم تحياتي أنا آلاء أبو شملات وتحيات الزميل سعيد، شكرا لكم.